بونسوار واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده باكل جديد صرنا بلبنان نشتهي ناكلها. هالاكله هي اكله كلاسيكيه كلاسيكيه تقليديه، هي تبوله. مدام تعرفي بهالايام الصعبه هيدي صارت بيعت البقدونس حقها 25,000 ليره. لو بدنا نعمل طبق فيه لحمه الكيلو اللحمة عاوة 300-400,000 ليرة بليه، بعدين اللحمة بيعمل لي كوليسترول ودهون بليها. بدل ما تجيبي باقة بقدونس الشيف أنطوان بينصحك تجيبي نص باقة، بدنا نوفر. ليلى مكترين البندورات، كيلو البندورة 40-50,000 ليرة، فيك تحطي نص راس لأنه البندورة مش كتير منيحة. هلا هودي عم بكتشفوا مؤخرا إنه البندورة منا منيحة، بتعمل موالح بالجسم. فيك تحطي نص راس بندورة. بدك بصلة مش كاملة، حطي ربع بصلة لأنه البصل بيعمل ريحة تم، ممكن يعمل لك غازات أنت وعائلتك. بهار غبرة هيك فيك تمرق الصحن، وهي البهار حق كومي يخرب بيتهم شو عملوا فينا. ملح ما تستعمل الملح أبدا لأنه الملح بيعلي الضغط. بس المهم بالتبوله مدام انه انت منك بحاجه لموجو ميكس او مالينكس، لانه بتعرف اذا بدك تدوري موجو ميكس او مالينكس بدك تصرفي كهرباء، وهذا تبع الموتير بيبقى مدور هالعداد وناطرك تدوري شي كهرباء تينقف هالعداد بالعيله. لا اسبقيه وفرميه على ايدك، اي شي فرمه على الايد. بعدين على الايد اول شيء بتكوني عم تعملي سبور ببلاش بالبيت، بتحركي ايدك بتقوي كتفك كل هالعضلات، هيدي عضله التروسبس عالفرم كثير منيحه. طيب هلا من بعد ما اعطينا هالوصفه زيت، ما بتحطي زيت ابدا، بتمرقيه هيك بتبخريه تبخير الجاد التبول بالزيت لانه الزيت غالي. تانك زيت الزيتون صار حقها 3 مليون ليره. حامض الله لا يحمد قلب حدا، كمان بتحطي نقطة، ممكن إذا زار على شجرة قدام البيت بتحطي لفيكي تعصري نتفي على الخفيف. وهلأ رح نبلش ناخد أول اتصال. ألو بونسوار شيف أنطوان. بونسوارين، أهلا وسهلا فيك، مين معنا؟ معك نرجس. نرمين؟ نرجس. نرجس يا أهلا وسهلا، شو هالاسم الحلو هيدا؟ ميرسي، هيدا من ذوقك، أنا من زمان متابعتك وبعمل كل وصفاتك. من زمان يعني من أنت وصغيرة أو أنت وكبيرة؟ من أنا وصغيرة لحد ما صرت كبيرة. يا تقبريني إن شاء الله أنت كبرتي على أكلاتي. إي طبعاً طبعاً، سلم إيديك كل شيء بتعمله طيب، بس أنا اليوم عندي مشكلة. حبيبة قلبي. بخاطري كله بخاطري، أهلا وسهلا فيكي، سلمي لي على جوزك، كيفو جوزك بالليل؟ بيعجب خاطرك من الليل. يا حبيبتي يا حبيبتي أنا ماني من طرابلس تيعجب خاطري. مع احترامنا وتحياتنا لأهل طرابلس. شيف أنطوان حبيب قلبنا. شيف أنطوان عندي مشكلة عويصة. شو هي؟ طبخت غمة مثل مثل ما انت وصفت لي اياها. ايه وطلعت كثير 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 مرة. طلعت مرة؟ ايه. حطيت لها ورق غار؟ حطيت لها. حطيت لها كل البهارات اللازمة؟ كل البهارات اللي انت مسجلهم حطيتهم. حطيت لها معي بصلة وعقدة صفرا؟ حطيت يا شيف، حطيت. كرفس وكركم؟ حطيت. واكيد اكيد انت غسلتيها منيح للغمة قبل ما تحشيها. كان لازم اغسلها؟ ما غسلتيها للغمة؟ لا ما غسلتها. فإذا مدام بدك ما تواخذيني، انتو بالبيت صار فيكم مثل المودعين بالبنوك اللبنانية، أكلتوا خلا وفحتان. هلا ليكي، هلا انا قررت شو اسمه، قررت وقف هلا صنع الاكل، وبدي فوت على مجال الفن، بدي ضرب على استاذ عبد وبدي غني. بدي اقول يلا الاوركسترا مايسترو. ف
فروموني فروموني وعالبرغل حطوني وبانادو ربيتي دي بدي الميكرو روقوا طولوا بالكم فروموني فروموني وعالبرغل حطوني وبانادو ربيتي دي وفروموني فروموني وعالبرغل حطوني بنادو ربيتي دي مع عصرة ليموني جيبوا بقيت بعدونس خضرة بلدية وبرغل من قلب الطاحون نقعوها بالمية مع بردات البعدونسات ونقعوها بالميات والبرغل حطوا بالكعب مع زيت الزيتون وفروموني فروموني وعالبرغل حطوني وبنادو ربيتي دي مع عصرة ليموني مع عصرة ليموني مع عصرة ليموني شكرا. بالمناسبة بدي أقول بس سلامته لشيف أنطوان.